أنا أحب الكوفي، بس المشكلة كانت إن ما حصل الكوفي اللي إحنا نحبه في الوطن. فهني تولدت فكرة الإسبريسو في 2016. أنا بديت من 5 خلايا، حالياً عندي 500 وعندي منحل في مصر. كنت موظفة، فأطلع من الدوام ال3-4 ساعات كان متنفس لي إني أطلع طاقتي، ما كانت كافية لي. لما وصلت لمرحلة حسيت يا هذا يا هذا. بدينا بنكهة، اليوم عندنا 20 نكهة، وإحنا نطلع إن شاء الله السنة القادمة نحن نرفعها إلى 30 نكهة. جت الفكرة إن خلاص أبي أطور المشروع، أبي أوجه الناس إلى ترى يا جماعة في عسل طبيعي صحي خالي من أي أمراض. الطاقة اللي أحطها حتى لو ما جابت لي فايدة الحين ما أندم عليها، يعني أقول أكيد في يوم من الأيام راح ترجع لي بفايدة. أعتقد بأن برنامج بيبان هو البرنامج اللي راح يدفعنا للعالمية.